اهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامج المنصه، وعيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. في حلقه هذا المساء سنناقش في محورين وموضوعين. الموضوع الاول سيكون عن التنقل بين المدن اليمنيه والصعوبات والاسباب، اما في المحور الثاني فسنناقش كيف سيستقبل اليمنيون عيد الاضحى المبارك في ظل الاوضاع الراهنه. زادت الصعوبات التي يواجهها المسافرون عند التنقل بين المحافظات، واشتدت مع معاناتهم على الخطوط الطويلة من المنافذ الحدودية البرية إلى جميع مدن البلاد بسبب الحرب الدائرة في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، والذي تعد نقطة وصل بين عدد من المحافظات اليمنية. ويستغرق المسافر لقطع المسافة بين منفذ الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية وصنعاء قرابة 20 ساعة بعد أن كان يقطع تلك المسافة في غضون 4 ساعات بسبب إغلاق طريق فرضة نهم الذي يدور فيه جحيم المعارك، ما دفع شركات النقل البري إلى تحويل مسار الرحلات عبر طريق آخر يمر بثلاث محافظات هي مارب والبيضاء وذمار، وهو ما يزيد من معاناة المسافرين خاصة في ظل الظروف والتحديات الأمنية التي تعيشها البلاد. أما في تعز فصعوبة الخروج منها والدخول إليها لا تقل عن صعوبة التنقل فيها، سواء على مستوى شوارعها والتنقل من الريف إلى المدينة. عن الصعوبات التي يواجهها المسافرون عند التنقل بين المدن سيكون محور الحلقة الأولى، وقبل النقاش نتابع التقرير التالي الذي أعده الزميل حمزة أمين. الحصار أسلوب الانتهاك الذي تمارسه جماعات الحوثي وصالح بحق المدنيين، إذ أغلقت كل منافذ المدينة ومنعت العبور فيها، وهو ما ضعف من حجم المعاناة لدى السكان. أقفلوا جميع النوافذ حق المدينة، ما خلوه إلا طريق يعني في الجبال الوعرة، جبال المسراخ. مما يعاني المواطن من الصعوبات من حيث الطريق، فيمر يعني في الطريق طريق المسراخ بالجبال الوعرة وفي طريق الأقروض، وكأن جبال الأقروض كجبال الهملايا، حتى يمروا إلى مدينة خدير ويمروا إلى الحوبان، وكأن الحوبان رجع مكة المكرمة. 3 سنوات منع الناس فيها من التنقل بحريتهم إلا عبر الطرق الجبلية الوعرة والخطرة أيضا والطويلة، كما أن مسافة السفر التي كان يقضيها الناس بساعة واحدة أصبحت تأخذ ما يزيد عن يوم كامل. أصبحنا نواجه مرحلة صعبة جدا بسبب الطريق. كنا إذا أردنا أن نتنقل إلى القرى نتنقل بحوالي نصف ساعة أو ساعة بالكثير، والطرق سهلة. الآن إذا واحد أراد أن يخرج إلى القرى أصبح العمل شاق جدا، تذهب تسلك طرق وعرة جدا من الجبال وتستغرق يوم كامل لكي تصل إلى القرى، وفوق هذا كله تدفع 5000 ريال. يعني أصبحنا لا نستطيع أن نواصل هذا، لا نستطيع أن نتحمل، أصبحنا طفح الكيل من هذه الطريق. المسافات الطويلة وانعدام المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها أمر ضعف من حجم الكارثة، إذ أن أسعار التنقل ارتفعت وبشكل جنوني، ما جعل الناس يناشدون من وقت لآخر سرعة رفع الحصار وفتح منافذ المدينة. مسافة الميل تبدأ ب1000 ميل، هكذا أصبح المثل السائد هنا في ظل حرب الجماعات الإنقلابية، وهو ما يترك تساؤلات عديدة أهمها: إلى متى ستستمر هذه المعاناة؟ حمزة أمين لبرنامج المنصة، تعز. إذن تابعنا هذا التقرير حول المحور الأول في هذه الحلقة، بانتظار مشاركاتكم وتفاعلكم معنا من خلال أرقام الهاتف أو أيضا من خلال البث المباشر على صفحة القناة في الفيسبوك. اتصال أول لدينا في هذه الحلقة سامي الشرجبي. أهلا بك سامي. سامي لك، حياكم الله. حياك أخي سامي. بداية، باعتقادك ما هي أبرز الصعوبات التي تواجه المسافرين عند التنقل بين المحافظات لقضاء إجازة العيد؟ الله يعني. طبعا أنتم شرحتم باختصار هذه المعاناة، وتتمثل في بعد الطريق والمعاناة وطولها، وكذلك ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وأحيانا أشياء أخرى أثناء الخوف، المرور بخطوط النار والمعاناة من الخوف من استهداف القناصة واستهداف المدافع واللونة. ولخص هذه المعاناة عند الخروج من أي مدينة إلى أخرى: أولا سوء الطريق نفسها نتيجة لانعدام الصيانة، وجود المطبات الكثيرة والحفر تؤدي إلى تطويل الطريق كثيرا. تعز
تعز خصوصا تشهد عن باقي المحافظات انعدام المرور في الممرات. فإغلاق الممرات من قبل ميليشيا الانقلاب أدى إلى تطويل الطريق إلى أماكن بعيدة، فالطريق التي تحتاج ساعة صارت إلى 6 ساعات، غير أنها تمر بأماكن خطيرة كالسوائل والطرق الواعية والنقيل التي تؤدي إلى حوادث كثيرة، ومنها ما حصل أخيرا في سائلة هيجة العبد والتي أدت إلى غرق عدد من الأشخاص، وكذلك إلى تعطل سياراتهم أحيانا. فلذلك المسافر يعاني من أمور كثيرة جدا تجعل سفره ما يشبه الجحيم، وتجعل فعلا سفره ما يشبه قطاع من جهنم، وخصوصا أبناء تعز. فلذلك نناشد السلطات المحلية والحكومة الشرعية حتى المنظمات الدولية إلى عمل حل عاجل لأبناء تعز بفتح الممرات والمنافذ وصيانة الطريق والطرق تعز، وكذلك رفع المعاناة عنهم، حتى يعني ناشد رفع المطبات من الطريق، لأن السفر صار معاناة حقيقية لأبناء تعز. طيب هل أنت لك تجربة مع السفر والتنقل في ظل هذه الأوضاع؟ نعم يا أخي، تخرج السفر طبعا الذي كان يحتاج إلى قلنا إلى ساعة صار إلى 6 ساعات، فتخرج أول شيء تخرج تواجه أول شيء النقاط، فكثرة النقاط هذه واحدة تؤدي إلى تطويل الطريق. تأتي بعدها المطبات والحفر، وهذه إذا لم تسلم سيارتك من التعطل ولا أو السقوط في إحدى الحفر أو المشكلة، تأتي لك على إحدى المطبات، ثم تأتي إلى مشكلة أثناء هطول الأمطار، خصوصا إذا كان في سمارة، في نقيل سمارة أو نقيل السياني أو غيرها من الطرق، تمام، هذا يؤدي بك إلى حصول حوادث، انقلاب الحوافل في الطرق أو المرات الوعرة يؤدي إلى إغلاق الطريق، وأحيانا تنتظر ست ساعات حتى يأتي ونش أو شيول لجر هذه القاطرة المنقلبة. ونلاحظ فتور من المسؤولين عن هذه الأمور، فينتظروا أحيانا لصاحب القاطرة المنقلبة وغيرها ليأتي ليجر قاطرته، لا توجد أي سلطة رسمية تحاول أو تبادر بفتح الطريق ورفع المعاناة عنه. أشكرك جزيلا سامي. لدينا اتصال آخر، الأخ أشرف. أهلا بك أشرف. اهلا اخي سامي، عيد مبارك كل عام وانت بخير. باعتقادك ما هي ابرز الصعوبات التي يواجهها المسافرين اليوم بسبب الاوضاع الراهنه وعندما يقررون التنقل والسفر من محافظه الى اخرى؟ اولا عيد مبارك على الجميع وعلى كل اليمنيين ان شاء الله. بالنسبه للمعاناه، هناك معاناه حقيقيه لكل اليمنيين بالتنقل بين المحافظات اليمنيه جراء ارتفاع المشتقات النفطيه وانقطاع الرواتب. كذلك هناك معاناة استثنائية في محافظة تعز أو المناطق الجبلية بشكل عام، لكن تعز خصوصا جراء الحصار المفروض من قبل الميليشيا الحوثي وصالح. هذا الحصار أصبح يشكل كارثة، أنا أقول كارثة يعني بحجم الكارثة، وشاهدنا كلنا الكارثة الذي واجهوها المسافرون من عدن. أصبح معنا لدينا منافذ برية، طرق فرعية بديلة اخترعها المواطنون بدل الطرق الرئيسية، وهذه الطرق للأمانة يعني هي إما سوائل أو عبارة مناطق جبلية وعرة، يعني ما كان ليتصورها العقل إنها ستصبح في يوم من الأيام طرق رئيسية ينتقل فيها المواطنون. يعني نحن أمام كارثة، يجب من الجميع أن يسلط الضوء عليها ومعالجتها في أسرع وقت. شكرا جزيلا لك أشرف. لدينا اتصال آخر تامر. أهلا بك تامر. السلام عليكم أخ سامي. وعليكم السلام، عيدك مبارك وكل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير إن شاء الله وجميع أبناء الوطن. باعتقادك تامر اليوم هل من السهل للمواطنين التنقل والسفر إلى من محافظة إلى أخرى؟ والله هذه الفترة خلال خصوصا فترة ما بعد الحرب مشاكل كثيرة يعانيها المواطنين في التنقل بين محافظة وأخرى. الحرب أضافت مشاكل للمشاكل الموجودة سابقا. ضمن المشاكل الموجودة كانت في السابق وموجودة أيضا حاليا عدم وجود سنة دورية للطرقات، كثرة الحفر الموجودة في الخطوط الإسفلتية سواء بسبب سوء الأداء والتنفيذ أو بسبب الطبيعية كالأمطار والسيول.
ايضا خطوط السفر بين المدن لا ترقى لكونها خطوط سفر رابطه مثلا بين العاصمه ومدن كبيره كتعز او كالجنوب او كمحافظه مارب. طرق صغيره غير مصونه لا تتسع لاكثر من سياره او سيارتين. اذا حصل حادث مثلا في الطريق الطرق تتغلق وقت ساعه او ساعتين. ايضا بسبب الحرب جاءت مشاكل اخرى مثل الاشتباكات الحافله. الان لو جينا على سبيل المثال الى محافظه تعز، اشتباكات الحافله في خط السفر يلقى المواطنين فيها الى طرق فرعيه تمر في الجبال والوديان. هذه الطرق خطيره، ارتفاعات شاهقه، مخاطر طبيعيه كالسيول والامطار. هذه الطرق تحصل فيها كوارث لا قدر الله. على سبيل المثال لو كارثه التي حصلت في هجه العبد الطريق الرابط بين محافظه عدن ومحافظه تعز، لقوها من سلوك الطرق في الوديان ادى الى تهاطل الامطار بشكل كبير بسبب تهاطل الامطار. طيب انت خلال الاعياد الماضيه، ربما هذا العيد ستقضيه في الجزائر، انت تصل الان من الجزائر، في الاعياد الماضيه هل كانت لك تجربه في السفر والتنقل بين المحافظات؟ هل وجدت صعوبه؟ في الاعياد الماضيه حيثكم في اليمن، يعني بحكم انه كنا قبل فتره الحرب، كان مثلا السفر الى صنعاء من صنعاء الى من تعز الى صنعاء والعفو، الطريق لو جيت تحسبها عباره عن 200 كيلو لو طبيعيا في اي بلد اخر، 200 كيلو يستغرق فيها السفر ما يتعدى 4 ساعات او 3 ساعات بالكثير. لكن في اليمن بسبب الطرق، طبيعة الطريق، الخدمات غير موجودة فيها، يستغرق السفر أكثر من 8 ساعات، 10 ساعات بعض الأحيان. بعض الأحيان يحصل حادث في الطريق، مثلا جاينا على سبيل المثال نقيل سمارة أو في مدينة إب، تتغلق الطريق إلى أكثر من 3 ساعات، ينتظر إما الإسعاف، لا توجد خدمات لا سواء على الإسعاف أو سواء الصيانة. أيضا الوسائل اللي كنا فيها ليست مريحة على الإطلاق، هي الوسائل التي نتنقل بها بين المدن. عدم وجود خدمات ايضا على مستوى الطريق بشكل عام، الاطعام، دوره المياه اذا جينا نتكلم عنها، كل شيء. والحرب ضافت مشاكل غير الى المشاكل الموجوده هذه حاليا. شكرا جزيلا لك تامر، كنت معنا من الجزائر. اذا مع استمرار واحتدام المعارك بين قوات الجيش من جهه والانقلابيين في محافظات تعز وشبوه والبيضاء والضالع ومارب وغيرها، زادت من جهه اخرى اعداد المسافرين نزوحا هربا من جحيم الحرب ومحاوله منهم لإيجاد مناطق أكثر أمناً. تفاقمت المشاكل والصعوبات التي تواجه العاملين في مجال النقل بين المحافظات مع وقع المواجهات واحتدامها واقترابها من الخطوط الرئيسية الواصلة بين المدن. فضلاً عن كل هذا، يشكي الكثير من مالكي المركبات المتنقلة بين المحافظات من وعورة الطريق وارتفاع أسعار المشتقات النفطية وعدم استقرارها، والذي يترافق مع الوضع المعيشي الصعب للمواطن. عن موضوع المحور الأول في هذه الحلقة وصلتنا بعض الآراء عبر الواتساب، نستعرضها معكم. السلام عليكم. احنا كشباب مغتربين خارج اليمن نعاني مشكلة حقيقية عند زيارة اليمن. طبعا ايش المشكلة؟ المشكلة احنا متعودين هنا على خطوط طويلة، طبعا استراحات تزود المسافرين بجميع الخدمات، دورة المياه، بقالات، كافيهات، جميع الخدمات اللي تزود فيها اي مسافر، حتى استراحات يعني بالساعات وكذا. كل الخدمات هذه نفتقرها تماما في اليمن، اضافه للخط المزدوج طبعا في اليمن. المطبات والحفر مشكله حقيقيه، يعني بين كل تقريبا 200 متر مطب، كل شخص بايع متقول يعمل مطب، كل صاحب حول يعمل مطب. يعني المسافة اللي نقطعها مثلا بالطرقات، دائما الطرقات الدولية معروفة أنها تكون معدومة المطبات، المطبات دائما تكون بين المدن، بينما الطريق مثلا مسافة 100 كيلو بدل ما تقطع بساعة واحدة تقطع ب3 ساعات، ففي مشكلة حقيقية طبعا بالأشياء هذه. كمان اللوحات الإرشادية، مثلا احنا كيمنيين نعرف الطرقات، بينما الزائر الغير اليمني لا يعرف، يعني لا يعرف المدن، لذلك يبقى تائه، يعني يسأل الشخص وين الطريق هذا لوين، وين الطريق هذا لوين، ففي مشكلة حقيقية لا يوجد أي لوحات إرشادية برغم أنه أعتقد تكاليفها بسيطة جدا. بالنسبة لموضوع السفر والتنقل بين المحافظات، الراكب أو المسافر لازم يكون عنده حذر ذاتي من وضعه الشخصي، بحيث أنه ما يظهرش أي تعاطف في ردود أفعاله في كلامه مع أي طرف من الأطراف في وسائل النقل العامة، وحتى إذا هو في محافظة أو مديرية وهو عارف أنها تتبع أحد الأطراف قد يتجاوزها وهو مش عارف، ويكون في نقطة تفتيش، يعني ربما يتعرض لإهانات يعني بكلامه أو بوشاية من أحد الركاب، أو يحتمل محتويات الهاتف، صور أو رسائل أو مقاطع واتس أو غيره.
يعاني المسافر الكثير من الصعوبات، أبرزها انتشار النقاط التي تسبب تأخر المسافر، بالإضافة إلى من تتبع هذه النقاط وقد المسافر لا يصل إلى وجهته. ثانيا، ارتفاع كلفة النقل بسبب العيد. إذن كانت هذه بعض الآراء وصلتنا عبر الواتساب حول الموضوع. لدينا اتصال. ألو. أهلا ومرحبا بك، عيدك مبارك والعام بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة إن شاء الله. أخ صلاح، باعتقادك ما هي أبرز الصعوبات التي يواجهها المسافرون عندما يقررون السفر لقضاء إجازة العيد؟ ألو، تسمعني صلاح؟ نعم نعم. سؤالي لك عن أبرز الصعوبات من وجهة نظرك اليوم بسبب الأوضاع الحالية التي تعيشها البلاد عندما يقرر أحدنا السفر إلى إحدى المحافظات لقضاء إجازة العيد. أولاً أحب أنوه إلى أن اسمي ليس صلاح وإنما اسمي أمري شاعر اليوسفي. أولاً، المشاكل التي تواجه المواطنين خلال التنقلات بين محافظات اليمن هي بعد اندلاع المواجهات بين القوات الحكومية والميليشيات الحوثي والمسخ عفاش، اندلعت هذه المواجهات بما سببت إلى نزوح كبير جدا من المواطنين إلى المحافظات التي لا توجد بها مواجهات على الصعيد العام. ومن أبرز هذه المشاكل أن هناك في الطرقات نقاط تفتيش و محفر ومطبات غير سليمة، مما يضطر المواطنين إلى السفر إلى طرق بعيدة جدا. هذا سبب مشاكل كثيرة للمواطنين داخل اليمن وجميع المحافظات. طيب، باعتقادك الآن ما هي أكثر المدن صعوبة في السفر إليها الآن؟ الصعوبة المدن طبعا مدينة مأرب ومدينة تعز بالركيزة الأساسية. مدينة تعز أول المدن المحاصرة والتي يوجد فيها أكثر من نقاط تفتيش، وتوجد فيها طرق وعيرة جدا يسلكها المواطنون. بدل أن كان يسلك المواطن بنصف ساعة في الطرق، الآن يسلكها بنصف يوم إلى 5 إلى 10 ساعات متواصلة، مما يسبب تعب نفسي وبدني وجسدي على المسافر وعلى مالك المركبة. شكرا جزيلا لك صلاح، كنت معنا من تعز. اتصال آخر. السلام عليكم. ألو، تسمعني؟ أيوة أسمعك. ألو، اهلا، عيدك مبارك كل عام وانت بخير. وانت بخير، صحه وسلامه. اتفضل اخي، تعليقك حول الموضوع المحور الاول عن الصعوبات الماثله الان امام الناس في الاوضاع الراهنه عندما يقرر السفر والتنقل بين المحافظات. هناك صعوبات كثيره فيما يخص السفر ومعاناه يعانيها المواطن بشكل غير متوقع. يعني وأن تحاول أن تسافر فقط، يعني أتكلم عن فيما يحدث في تعز فقط. في تعز محاصرة المحافظة في جميع النواحي ما عدا منفذ واحد، يعني منفذ اللي هو طريق الأقروض، هذه كل الناس يعبروا فيها. كان من قبل في معبر الوازعية، كان في الشاحنات الكبيرة والديانات كلها تعبر من الوازعية عن طريق الكدحة. اليوم أصبح كل المنافذ مغلقة ما عدا طريق الأقروض، تعبر فيها الديانات والشاحنات والسيارات. يعني عندما تريد أن تقرر السفر تحاول كأنك تدخل في معركة، إضافة إلى القلق النفسي التي يواجهها. كما شخصيا أنا قد سافرت أكثر من مرة، يعني تشوف بقلق نفسي من كثر التفتيش، من كثر الخوف، تضطر أنك تخبي جوالاتك في أماكن غامضة، في البطائق هويتك لازم تكون موجودة. يعني أصبح السفر يشكل رعب. كنت من قبل أسافر من الحوبان إلى داخل المدينة بفترة 10 دقائق إلى ربع ساعة بالكثير، اليوم أحتاج إلى 6 ساعات إلى 7 ساعات، هذا يتقرر تشر. وبسبب النقاط الكثيرة والمطبات وعرة الطريق، أذكر قصة صديقي أراد أن يسعف زوجته للحمل، ذهب وفي طريق العودة سقطت، يعني زوجته أسقطت الجنين بسبب وعرة الطريق. صحيح، وكثير من القصص تتحدث عن ذلك. شكرا جزيلا لك صلاح. إنسانية. شكرا لك. شكرا لك صلاح. طيب، اتصال آخر. طيب، أيضا عن هذه الصعوبات التي واجه المسافرين عند التنقل بين المدن طرحنا تساؤل من خلال صفحتنا على الفيسبوك، نعرض لكم بعض الإجابات.
ندى تقول لم يعد السفر والتنقل بين المدن هو الصعب فقط، بل تجاوز ذلك على مستوى السفر من القرية إلى المدينة. ففي تعز بالذات زادت صعوبة السفر بشكل ملحوظ، وذلك بسبب الحصار الذي تفرضه الميليشيا على المدينة وإغلاق معظم المنافذ. أبو عزام يقول الطريق سوء الصيانة في الطرق المسبب الرئيسي للحوادث، مطبات، حفر، عدم وجود إشارات تنبيه للمنعطفات ولتخفيف السرعة، أيضا عرض الطريق غير كافي إلا لسيارة واحدة بكل اتجاه، وثالث يقصد سبب ثالث ارتفاع سعر الوقود الذي جعلني أغير رأيي بالسفر لأنه لا يستطيع تحمل نفقة الوقود. محمد يقول الصعوبات كثيرة، أنا عن نفسي من أبناء مديرية الصل وهي منطقة مواجهات، في طريقنا إلى المنطقة لا نمر من طريق الصل لأنه طريق مع الحوثيين ومقطوعة، لذلك سلكنا طرق وعرة في سامع، نمر من وسط جبال شاهقة، الموت نتوقع في أي لحظة، طريق طويل ووعرة، وكذلك كثرة النقاط الأمنية في صنعاء حتى القرية في الكل واحد ثلاث نقاط، وارتفاع الأجرة بسبب طول الطريق والسلوك طرق أخرى بديل عن الطرق الممنوعة. لدينا اتصال؟ طيب إذا سنذهب إلى فاصل ومن ثم نعود لاستكمال ما تبقى في هذه الحلقة من برنامج المنصة. أقول لك حرمنا من تعز القرية حرب، أنا كنت بدحي هربت لبرباشا الحرب عشان بالحصاب ومدقدق بيت الحصاب، ورجعنا للبيت حقنا الحصاب ومدقدق، وهربنا للبرباشة نرجع للحصاب، وهربنا للبرباشة نرجع للحصاب في حال. أهلا بكم من جديد، نعود لاستكمال ما تبقى في هذه الحلقة من المنصة. لدينا اتصال؟ مراد من مأرب، أهلا بك مراد. أهلا أستاذ سامي. مراد عيدك مبارك، كل عام وأنت بخير. باعتقادك ما هي الصعوبات التي يواجهها المسافرين عند التنقل بين المحافظات؟ نعم أستاذ العزيز، هناك عدد من الصعوبات التي يواجهها المسافرين عند التنقل من مناطق من منطقه الى منطقه اخرى، فوعره الطريق وش اسمه وعدم ترتيب الطريق بشكل صحيح ادت الى صعوبات كثيره، ومن اهم هذه الصعوبات هي الأمطار وزراعة والتعامل النقاط في عددا من المناطق والشوارع والأحياء والأزقة، وكل هذه معوقات تؤثر في حركة المارة في الطرقات. شكرا جزيلا لك مراد. إذن مرة أخرى يحل عيد الأضحى على اليمنيين، والحرب ما زالت مستمرة وجاثمة على قلب اليمن. يأتي العيد هذا العام ولا يزال 3 ملايين نازح قصرا عن ديارهم، يقضون العيد الثاني بعيدا عن الحي والقرية. يأتي العيد والغلاء والوباء مع الحرب في تحالف مسعور، لا يبالي بظروف البسطاء الأكثر تأثرا بالانقلاب وتبعاته. ظروف صعبة تكالبت على الشعب المنهك الذي وقع بين فكي ميليشيا تتاجر بالآلام الشعب ولا تبالي بحياة الناس، وشرعية عاجزة عنوانها الإهمال والتقصير والتلكؤ المشبوه. في المحور الثاني من هذه الحلقة سنناقش التحديات التي تواجه اليمنيين بين يدي عيد الأضحى مع استمرار حالة الانقلاب والحرب وتداعياتها من انهيار في مختلف المجالات الاقتصادية والصحية والمعيشية. كيف سيواجه اليمنيون احتياجات العيد في ظل استمرار حالة الانقلاب والحرب ومع استمرار الغلاء والانتشار الوباء؟ سنتناقش حول ذلك. لدينا اتصال. إيمان، أهلا بك إيمان. أهلين سليم، كل عام وأنت بخير. إيمان، بداية كيف تنظري لأجواء العيد في ظل الوضع الراهن؟ أولا كل عام وأنتم بألف خير وصحة وعافية وعلى اليمين كافة بإذن الله. ثانيا استقبل اليمنيين عيد الأضحى هذا العام كما استقبلوه في 3 الأعوام السابقة،
بفرح ممزوج بألم ناتج عن الأوضاع الراهنة لوطن يعاني من مهاترات سياسية، مواجهات مسلحة ووضع اقتصادي مهترئ. ربما أصبح العيد الآن هو عيد الأطفال، أما نحن فلا نشعر به مع وجود الكم الهائل من الوجع الذي نعيشه كل يوم، حيث أن الحرب لم تستثني بيت أو أسرة يمنية من أضرارها. لكن رغم صعوبة أداء طقوس عيد الأضحى، إلا أن اليمنيين يحاولون نسيان أوجاعهم وانتزاع الفرحة والسرور في أيام العيد من خلال أداء تلك الطقوس والتفاصيل التي قد تختلف من منطقة الأخرى بناء على مكونات المجتمع. طيب، إلى أي حد تتأثر أولوية الناس بسبب الظروف المحيطة؟ أولاً هو لابد أن تمر أن نؤدي مجموعة من الطقوس التي كنا نعتاد دائماً نؤديها في الأعياد، كزيارة الأهل الأرحام، لكن وجدنا الآن صعوبة في ذلك بسبب الحصار المفروض على أغلب محافظات اليمن وارتفاع التكلفة المالية لذلك للوصول إلى زيارة الأهل والأقارب، ربما حتى أقرب الأسر لديك أمك أبوك أن صعب أن تصل إليهم الآن. كمان ارتفاع أسعار الأضاحي بشكل كبير، ولكن ذلك لم يمنع تشارك عدة أسر في أضحية واحدة تطبيقا للسنة النبوية. أيضا هناك الأطفال التي تكمن في شراء الملابس الجديدة، وهناك تكمن فرحتهم في الألعاب النارية رغم ارتفاع أسعارها، إلا أن الناس يتواجدون بشكل رهيب في الشوارع بحثا عن ما يساوي قدرتهم المالية. شكرا جزيلا لك إيمان. اتصال آخر. علاء، أهلا بك علاء. آلاء، عفوا آلاء. ألا. عيد مبارك وكل عام وانت بخير آلاء. وانت بخير بصحة وسلامة ان شاء الله. آلاء سعد ان شاء الله بخير. ان شاء الله. آلاء، من وجهة نظرك ماذا يختلف العيد هذا العام عن الأعوام السابقة؟ من وجهة نظري يختلف انه مش موجود على هذيك الفرحة الأولى بحسب الأوضاع الراهنة في اليمن. أظن إن الناس كلها بتستقبله بطريقة مش زي أول، يعني شوية في شوية بيكون ناقصات في العيد هذا، بس إن شاء الله يكون عيد خير على اليمن على اليمنيين. طيب، إلى أي حد أثر غياب الرواتب على استعداد الناس للفرحة والاحتفال بالعيد؟ أكيد أثرت الرواتب، غياب الرواتب عن الناس أثرت إنهم ما في بعض أطفال ما لاقوش كسوة العيد، وأنا سمعت قبل يومين إنه في طفل في تعز انتحر بسبب إنه ما لاقاش كسوة عيد، يعني وصلت فيه إنه الأطفال ينتحروا علشان شيء تافه. طيب. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. شكرا جزيلا لك يا آلاء. أيضا عن هذا الموضوع وصلتنا بعض المشاركات من خلال واتساب نستعرضها. هذه السنة تختلف عن الأجواء للأعوام السابقة، الفرحة بدأ من تعز غير موجودة في ظل انعدام في ظل انقطاع الرواتب على أبناء المدينة واستمرار القصف العشوائي على الأحياء السكنية. أيضا يعاني أبناء تعز من صعوبة التنقل بسبب الحصار. أعتقد أنه لا يخفى على الجميع عن الوضع اليمني ومختلف حالاته والمتدهورة من الوضع الأمني والاقتصادي، وكل التدهور هذا يعود سلبا على المواطن اليمني. فأعتقد أن استقبال العيد بالنسبة للمواطن اليمني لهذا العام سيكون أسوأ من ذي قبل مقارنة بالأعوام الماضية، فنحن لا نرى أي تقدم بشكل إيجابي وكله تقدم سلبي، فأعتقد أنه سيكون استقبال سيء. لكن بطبيعة الحال الشعب اليمني معروف بعلاقته المجتمعية المترابطة والقوية التي من الإمكان أن تساهم لدى البعض في تجاوز هذه الأوضاع بشكل محدود، مما يجعلهم يستقبلون العيد بشكل جيد، ولو أن العيد خاصة في هذه السنة لم يعد لديه تلك الحفاوة وتلك الحلاوة زي مقارنة بالأعوام الماضية.
إذن كانت هذه بعض المشاركات وصلتنا من خلال الواتساب، وذكركم بإمكانية التواصل معنا من خلال أرقام الظاهرة أسفل الشاشة. لدينا اتصال من السعودي، أهلا وسهلا بك. عيد مبارك على كاف سامي، وكل عام وانتم بخير. وأنت بألف خير. بالنسبة لك كيف تبدو أجواء العيد في ظل الظروف الراهنة؟ حضرتك إن فرحة العيد انتزعت من اليمنيين بشكل كامل على الفرحة، ولا تزيد من اليمنيين فرحة بالعيد. أنا متأكد إن العيد الصاحب إلى حد يعني مأساة، يعني الذي شاف في شاب العيد الأشخاص الذين فقدوا مصالح أعمالهم أو فقدوا أنفسهم الذين لا يقدرون يشتروا أضاحي العيد أو يشترون ملابس أطفالهم أو يشترون عليه أشياء كبيرة من العيد تغيرت، كانت الإيجابية سابقا عن التحدي السلبي، وأصبحوا الناس الآن يقولون أن الرابع أنتبهت أنت البرنامج الرابع ممتاز، يقول لك أنا نقدر نشتري أضحية ولا نقدر نشتري ملابس أطفالنا ولا نقدر نعمل أي شيء، هذا العيد أصبح تابوت على الطبقات الذين لم يقدروا يشتروا العيد. يعني سيء جدا في اليمن بشكل عام، وخاصة في تعز، يعني في تعز العيد لا أعتقد أن أحد في تعز يستقبل العيد بما كان يستقبله في الماضي أو أقل شيء، يعني يواجه العيد أن العيد أصبح يعني مشكلة عنده كبيرة، يعني منها مثلا لأن العيد يجب أن يكون بفرحة، لكن لا يمكن أن يجتمع الفرحة مع مأساة الحرب مع الدمار مع الذي في الدم، إذا لم تكن ذخرة هناك مجزرة شنيعة في تعز فنحن نقول هذا أكبر فرحة، وإن تكون نفس العيد السابقة ونفس العشرة الماضية والأعوام كل عيد يحصل نفس مجزرة في تعز أو مجزرة في مأرب، فصح الناس الآن يترقبوا من هو الشخص الذي سيكون المحافظة تحتفل بالعيد ولا يجب فيها هكذا، بدل ما كان يستقبل العيد بفرحة الآن يستقبلوا بخوف أن يكون لديهم قتلى وموت في العيد هذا. طيب إبراهيم، بماذا يختلف هذا العيد عن الأعوام السابقة؟ يعني أختلف عن العيد، أعتقد أن العيد هذا أختلف عن الأعوام السابقة بشكل كامل، أختلف عليهم كثير من الأشياء، مثلا الذي كان الموظفين يعني يقول لك ما فيش رواتب للموظفين، الموظفين هي السابقة الذي كانت تستقبل العيد أعتقد بشكل إيجابي، الموظفين والأصحاب اليد العاملة الذي كانوا يستقبلون العيد بفرحة، الآن الأعمال متعطلة واليد العاملة أصبحت فارغة بالشوارع لا تملك أي شيء، الموظفين لا يصلحوا موارد لا يصلحوا لهم رواتب، كيف تكون العيد في هذا الوضع الراهن؟ أنا متأكد أن هذا تغير عليهم بشكل كامل، أصبح العيد الآن في حرب، مثلا الذي يسافر من صنعاء إلى تعز يسافر أقل في يومين، إذا وصل مع تعز، إذا لم يوصل مع التقطعات مع الكثير من النقاط الغير قانونية كثير من الوزارة تعاوق هذا المواطنين في خرج التركل في العيد، بدل ما كان معروف الانتهاء إلى أي مكان الآن يتمنوا أن لا يروا العيد إلا مكتب داخل منازلهم بسبب تغير كبير من العادة السابقة إلى هذا العيد أو العيد السابقة الذي حضرت مع 2015 أبدا. شكرا جزيلا لك إبراهيم. لدينا اتصال آخر، محمد، أهلا بك أخ محمد. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام، عيدكم مبارك، كل عام وأنت بخير. وكل عام وطاقم بلقيس بألف خير، والشعب اليمني إن شاء الله بألف خير، رغم ما يمر به الوطن في هذه الحرب التي سببها هذا الانقلاب. طيب محمد، إلى أي حد تتأثر أولوية الناس واهتماماتهم بسبب الظروف المحيطة الآن وقياسا على العيد؟ يعني لما فهم السؤال بالضبط، يعني اليوم مثلا الظروف الحالية التي يعيشها الناس، إلى أي حد هذه الظروف تؤثر على اهتمامات الناس وأولوياتهم مثلا كالعيد؟ يعني ربما العيد كان له وضع مختلف عند اليمنيين واستعدادات، هذه الظروف هل تعتقد أنها أثرت على هذه الاهتمامات والأولويات؟ أكيد أثرت، وبشكل أعتقد 100% عند البعض، فسبب انقطاع الرواتب وكذلك بعض المدن التي يتم محاصرتها من قبل الحوثي أو كذلك ممارسة الحوثي في بعض جرائم الحوثي التي تمارس في حق هذا الشعب، جعلت من هذا العيد أعتقد جعلت الأعياد كامل في خلال هذه الحرب، والتي الآن نمر ندخل على العام الثالث لهذه الحرب، أثرت بشكل كبير. كان الناس في هذه الأوقات تجدهم في الأسواق، تجد الأسواق الأضاحي مزدحمة، الشوارع حركة الناس، التجارة تتحرك بشكل غير طبيعي، لكن
بدأت تقل هذه خلال هذه الثلاث سنوات التي نمر فيها، بدأت تقل نسبيا. بدأت 2015 عيد 2016 وكذلك عيد هذا العيد الذي سنعيشه اليوم. أعتقد أنا بنفسي في مدينة تعز أعتقد أن هناك أكثر من 80% من أبناء تعز لم يقوموا بتجهيز أعيادهم بسبب الظرف المعيشي الذي يعيشونه خلال هذه الحرب. شكرك جزيلا محمد التويتي، كنت معنا من تعز. وصلتنا بعض المشاركات حول الموضوع من خلال فيسبوك نستعرضها. طاهر يقول: نحن اليمنيين نصنع الفرحة بما نملك وبقدر ما نستطيع، صناعة الفرحة رغم ما نمر به وما نعيشه. دائما ما نمر بمثل هذه الظروف الضنكة في المعيشة، لكننا نمتلك قلوب معلقة خارج جدران الأمور المادية، فنخلق السعادة من أبسط الأشياء. محمد يقول: لا أعلم متى العيد بالضبط، تصدقني أنا أحاول أن أعرف متى سيكون الوضع. سيء جدا عند 80% من الأسر اليمنية، لهذا لن يكون لنا عيد سوى انتهاء الحرب. رداد يقول: الأم تفكر من وين بتستلف دقيق تخبز يوم العيد، والعيال ما عاد يفكروا ملابس جديدة قدم يالله، من وين بيحصلوا حق التايت يغسلوا ملابسهم المفترية، والأب مسلم الأمر ويهرب من التفكير في العيد. إلى آخر مشاركة يشرح يعني ما يحصل داخل الأسرة، ربما فصل بشيء. عبدو يقول: سيستقبل اليمنيون هذا العيد كأي عيد مر عليهم في سنوات الحرب والقتل والدمار، ناس تستقبله وهي خارج ديارها بسبب الاشتباكات وتساقط القذائف في محيط القرى والمدن، وناس تستقبله وهي في أنين وهم وغم بسبب انقطاع الشريان الأساسي الراتب المنتظر، ناس تستقبله في شوق وحنين للبلاد، وناس تستقبله في حزن وبكاء وكآبة لفقدان أو موت أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء، وناس تستقبله وهي مبتهجة مسرورة بالعيد لعدم وجود ما يعكر صفها مما ذكر سابقا. لدينا اتصال من المملكة العربية السعودية. أهلا بك. السلام عليكم. عيدك مبارك، كل عام وأنت بخير. أنت بخير يا أخي سامي، بصحة وعافية إن شاء الله. إن شاء الله الجميع. كيف تنظر لأجواء العيد في ظل الوضع الراهن؟ الله ينظر له. لا عيد مرة على مختلف عن الأعياد السابقة، مرة بدرجة 90%. أين الاختلاف؟ في ماذا الاختلاف؟ اختلاف في الرواتب، الناس لا تجد رواتب، لا تجد ما تأكل ولا تشرب، الناس لا بالفرحة بكل شيء، بالفرحة لا ما هي موجودة الفرحة والابتهاجة كما كانت في السنة الماضية. طيب غياب الرواتب تعتقد لأي حد أثر؟ بكل شيء الرواتب، المواطن اليمني لا يجد دخلا في قوت يومي، حتى لا يجد دخل ما يجد، والحكومة لا تنظر لهذا الشيء ولا تنظر لأي شيء ممكن أن تنظر في العيد هذا، ولا تقدر لا وضوء لا وضعنا. طيب مسيطرين في صنعاء، مسيطرين في عدن، والوضع مرة خاصة في تعز. طيب شكرا جزيلا لك وعيدك مبارك أخ أحمد. وصلنا إلى الفقرة الأخيرة، فقرة أنت المراسل. سنعرض لكم في تقرير عده محمود بن حميدة عن العيد وكيف يستقبله الناس في ظل الأوضاع الراهنة، نتابع. ما أن يلوح في الأفق هلال شهر ذي الحجة مؤذنا بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، حتى يبدأ السكان في اليمن بالتردد على أسواق بيع الملابس للحصول على أفضلها، حتى يصدمهم واقع الارتفاع والتلاعب بالأسعار المبالغ فيه التي وصلت إلى 50% مقارنة بالأعوام الماضية. أسعار بسبب تدهور البلاد، بسبب الحروب، بسبب ارتفاع الصرف، لا في أي مراقبة، لا في أي رقابة. في الجانب الآخر يشكو تجار المواشي الإقبال المتدني على أسواق الأضاحي بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين نتيجة تعطل بعض أعمالهم تأثرا بأوضاع الحرب الدائرة التي يعيشها البلاد وانخفاض مستوى دخل الفرد. الارتفاع الذي يعده البعض قاصمة الظهر للمواطن المغلوب، خاصة وفي ظل توقف وتأخير صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين الذي زاد من وطأة معاناة اليمنيين وسلب ما تبقى لهم من مظاهر فرحة العيد. ووسط هذا الارتفاع يتساءل المواطنون: أين الدور الرقابي الذي تفرضه السلطات على التجار للحد من التلاعب بها، بينما يبرر التجار ذلك بارتفاع سعر الدولار وعدم استقراره
وما بين هذا وذاك يبقى المواطن هو الحلقة الأضعف في دوامة التلاعب بين الكبار. محمود بن حميدة لبرنامج المنصة قناة بلقيس الفضائية. إذن كان هذا تقرير محمود بن حميدة في فقرة أنت المراسل. فقط هنا مشاركة وصلتنا من خلال البث المباشر عبر الفيسبوك للأخ شرف، يقول: اليمنيون سيقضون العيد بكل بساطة كما عاشوه الأعوام السابقة تحت مظلة الحرب، إلى أن يوم العيد بالأخص ستكون له نكهة مؤلمة مؤقتة، وليس علينا إلا أن نقول لكل يمني اصبر، فأنت عنوان للصبر بين الشعوب العربية خاصة والعالم الإسلامي عامة. انتهت هذه الحلقة. في الختام تحية طاقم البرنامج، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، نلتقيكم بعد إجازة العيد، إلى اللقاء.